تتواصل اعتصاماته خريجي هندسة النفط أمام مبنى وزارة النفط في العاصمة بغداد اليوم السادس على التوالي، مطالبين الوزارة والحكومة بتوظيفهم في قطاع النفط، حيث قرر الخريجون النوم أمام مبنى الوزارة، وبعض الخريجين أضربوا عن الطعام لحين تلبية مطالبهم. دعونا نشاهد جانبا من هذه الاعتصامات التي صورها المعتصمون ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا الباطل لا تعرف، وهذا الباطل لا تعرف، والله حيوه النفط والأيده، الله حيوه النفط والأيده، عافية نفطك يا عراق الفرهدة، عافية نفطك يا عراق الفرهدة، قسم هندسة النفط هضيعه، قسم هندسة النفط هضيعه، عافون قلم والمعهد عيده، عافون قلم والمعهد عيده، بدني جو الاستمارة فترة، بدني جو الله شلون بينا اعتصام مهندسين النفط اليوم السابع على التوالي 12/4/2019.